الشعبة العلمية اللي هي 362 درجة في أكتر، كان الحد الأدنى للسنة اللي فاتت 22 في قطاع الطب 375.6، وده تقريبا نسبته 91.60%. السنة دي الحد الأدنى لهذا العام 2023 القطاع الطبي قبل حد أدنى 374 درجة ونص بنسبة 91.34%. أما طب الأسنان برضو لو نقارنها بالعام الماضي كان الحد الأدنى 374.5 درجة بنسبة 91.34%. السنة دي الحد الأدنى لطب الأسنان 373 درجة بنسبة 90.97%. قطاع العلاج الطبيعي الحد الأدنى لو قارناه السنة اللي فاتت كان 372 درجة بنسبة 90.73%. السنة دي الحد الأدنى للقبول للعلاج الطبيعي 369 درجة ونص بنسبة 90.12%. وأخيرا الصيدلة الحد الأدنى للقبول في قطاع الصيدلة العام الماضي كان 369 درجة وده 90%. السنة دي الحد الأدنى للقبول في قطاع الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51%. عايز برضو أطمن ولادنا إن المرحلة الثانية في كليات مازال هناك أماكن شاغرة بيها في هذا القطاع: الطب البيطري، التمريض، كليات العلوم، الزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي. الشعبة الهندسية اللي هي الحد الأدنى 342 درجة في أكثر بنسبة 83.41%. القطاع الهندسي السنة اللي فاتت لو قارنا الحد الأدنى السنة اللي فاتت مع السنة دي، الحد الأدنى العام الماضي كان 343 درجة بنسبة 83.65%. هذا العام 2023 الحد الأدنى للقطاع الهندسي 348 درجة ونص بنسبة 85%. وطبعا قطاع التخطيط العمراني 339 درجة بنسبة 82.68% العام الماضي، وهذا العام الحد الأدنى للقبول 342 درجة بنسبة 83.41%. برضو بطمن ولادنا ان في المرحلة الثانية في اماكن شاغرة في كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، كليات الفنون الجميلة. الطلاب طبعا نعلم ان كليات الفنون الجميلة بيبقى لابد ان يكون اجتاز اختبار قدرات. بعض الكليات اللي بتبقى بتقبل طلاب من الشعبتين اللي هي شعبة علوم والشعبة الهندسية برضو فيها اماكن شاغرة زي كليات العلوم، كليات الفنون التطبيقية للطلاب برضو اللي هم اجتازوا القدرات في المواعيد المقررة بتاعتها. طبعا برضو في اماكن شاغرة في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والاعلام والألسن والاثار، بالاضافة طبعا لباقي الكليات النظرية والجامعات التكنولوجية.